في قرار يستهدف حكومات دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، دعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن حقيقة حجم قمع المتظاهرين العزل في إيران. أكثر من 300 قتلوا في تظاهرات الأسابيع الأخيرة، آلاف أصيبوا، وأكثر من 7000 اعتقلوا، من بينهم قصر. آلاف المعتقلين قد يواجهون عقوبة الإعدام، وهم محرومون من الحقوق الأساسية، حيث لا يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو الحصول على الدواء وتكليف محامين للدفاع عنهم. القرار حظي بأصوات أغلبية نواب البرلمان، ويدعون فيه الاتحاد إلى التحرك. الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية الشجب والتحرك، وعلينا الاعتراف بأن علاقات التعامل مع إيران أصبحت أسيرة الاتفاق النووي. تلك الحقيقة التي نرفض مواجهتها. مسؤول السياسة الخارجية والأمن المشتركة في الاتحاد أبلغ الجانب الإيراني بضرورة الكشف عن عدد القتلى والمصابين والمعتقلين ومحاسبة المسؤولين. في تعامله مع إيران نعتمد مقاربة شاملة تمكننا من إثارة القضايا كافة التي تثير قلقنا، منها قضايا حقوق الإنسان حيث نثيرها مع الجانب الإيراني في نطاق اللجنة العليا للحوار السياسي. النواب الأوروبيون وصفوا التظاهرات الأخيرة في إيران بأنها الأشد منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عاما. نواب أوروبيون عديدون حذروا من دخول إيران مرحلة القمع الشديد في وقت تشهد فيه البلاد أشد أزمة اقتصادية واجتماعية تترتب عن سياسات حكام طهران وعن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. نور الدين الفريد، الحدث، ستراسبورغ.